سبكترا يضم الألديهايد والكيتون، هذا ألديهايد وهذا الكيتون. ألديهايد وكيتون زين، وهنا يبين لي الفرق بين السبكترا الألديهايد والكيتون. اثنيناتهم يحتوون على مجموعة الكربونين، اثنيناتهم يحتوون على مجموعة الكربونين اللي تكون جدا واضحة بمنتصف السبكترا. هذه مجموعة الكربونين اللي هنا، وهذه ستريتشنج إلى مجموعة الكربونين، ونشوفها يعني نشوف الفرق. إنه بالكيتونات تكون الفريكونسي مالتها أقل من الألديهايدات، صح وفرق جدا قليل، لكن هو فرق وقلنا بسبب الهايبر كونجكيشن بالنسبة للكيتونات. إضافة إلى هذا الفرق الموجود بين المركبين هو وجود مجموعة ستريتشنج إلى CH SP2CH المتصلة بمجموعة الكربونين، واللي تكون هذه المنطقة مالتها الموجودة، وتكون هنا بين ويك وميديوم، ويك وميديوم. هذا لهذا بينما نقول نجي للكيتونات ماكو أي مجموعة ما سيأتي هنا، ما موجودة بها هذه المجموعة، لا توجد بهذه المنطقة، وإنما نجد فقط الكربونيل بالكيتونات إضافة إلى هذه المجموعة اللي تكون موجودة بكل مركب عضوي واللي تعود إلى CH ستريتشنج.